ظهرت الحماوة واللطلطة والقط محتاجة جهاز مكافحة بالضبط مثل المكافحة اللي موجودة بوزارة الداخلية. احنا تخيلنا لو هذا الجهاز موجود ولزمه واحد فعلا يقط، شو راح تعاملون وياه؟ أكرم تسمعني، هذا الولد اللي جبتوه اعتراف عاملته بإنسانية عالية لو لا ما أقبل واحد يمد إيده على متهم عندي. احنا عندنا أساليبنا الخاصة بانتزاع الاعترافات. اي عافية، استريح بابا استريح. شو مسوين بي؟ لا حول ولا قوة. بابا قبل ما نبدأ الاعترافات وهاي تمام الكاميرات هسه أمام الناس بدي أسألك سؤال. أكو واحد وياك يعني مارس طريقة التعذيب شيء هذه؟ لا سيدي أبدا. يعني كنت أنت من وحدك اعترفت؟ سيدي واحد اعترفت وأنا يعني جاي أحكي وأنا كلش واثق من كلامك. ما حد مديد عليك؟ أبدا سيدي. بعد هذا شنو هذا اللي بوجهك؟ سيدي هاي اكو مي قبل ما اطب زحلقت. زحلقت؟ نعم سيدي. شفت على وجهك ايش صار الموضوع؟ نعم سيدي. لا تدير بالك يا ابني صدق كذا بهذا الحكي. صارت بعد سيدي. يلا انت اسمك شنو؟ سيدي انا امير. بابا ما دا احكي شنو درجتك بالتنظيم. اسمك؟ سيدي العفو بس انا امير. اسمك امير؟ اي سيدي. قول انا اسمي امير. انا اسمي امير. شنو اول عمليه سويتها؟ سيدي اول عمليه انا كنت كلش صغير فهواي تاذى من بلاعيمي فقالوا لي لازم يصير. شنو انا دكتور باطني يعني؟ اول عمليه عمليه قط سويتها شنو؟ نعم سيدي اوكي احكي لي اول عمليه قط سويتها شنو؟ سيدي اول عمليه قط ويا بنيه اسمها فرح سيدي قطيتها بكارت ابو الخمسه. كارت ابو الخمسه تبيع وطنك؟ بكارت ابو الخمسه؟ كان استحيت تبيع مبادئك وضميرك؟ اكيد هسه انت متندم مو متندم؟ سيدي والله متندم. لو يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ سيدي والله لو يرجع بيه الزمن اقطها بكارت ابو العشره يعني ابو الخمسه بسرعه يخلص. منو جابك لهذا الطريق؟ نزيدك! احنا عندنا اسلوب انساني بالتعامل. نعم سيدي. لا تخليني اضوج من عندك. سيدي انا يعني كلش فرحان باسلوبكم الحلو وياي يعني. ما عينك اليسرى فتنة أو شنو؟ قال يمنى لو اليسرى؟ سيدي مو هي الوقعة صارت عليها. عليها صارت الوقعة؟ نعم نعم سيدي. منو جابك لهذا الطريق؟ منو علمك؟ سيدي شوف أنا كلش ارتاحت لك وراح أسولف لك. سولف. سيدي أنا وأنا صغير كلش يعني كلش مؤمن إنه أنا من أكبر راح أصير واحد مقطاطة أصلي. نعم. نعم منك. شكرا سيدي. نعم. كمل كمل. أي سيدي. فيعني بس اذا تسالني منو بمن متاثر فانا اقدر اسولف لك. بمن متاثر؟ سيدي انا متاثر بشخص اللي هو كان حلمي انتمي اليه احمد عضله. سيدي هذا شخص كلش مسكين خطيه يعني كان كل هذا شغله اللي يسويه بقط بالبنات ويقط بالعالم بس على مود بروتين يشتري جسمه، هاي اهم شيء عنده. شنو خلاك تمشي وراه؟ سيدي مكافح. شلون؟ سيدي يعني كل هذا اللي يسوي بس على مود يبني عضله. سيدي يعني ما مسوي شيء خطا. انت معجب بيه؟ شنو كان يسوي هو؟ سيدي انا كلش متاثر بيه سيدي، وللعلم سيدي هو يعني قديم من ايام الارض كان يقط يعني كلش قديم. ها سيدي وسابق عصره يعني ما في يوم شفناه واقف بالركن، ماكو زله عليه سيدي. يعني شلون شخص مثل هيك واحد ما تتاثر بيه؟ كان كنت يعني شلون سيدي افهمك؟ حلمي التقي بيه، حلمي اسولف وياه. نعم وسيدي كان بتليفون واحد قطع هي وبتخالته ايش عنده حرفه. شلون الدرجه وصلت مخطاطه احكي لي. فبالبدايه قال لي انت لازم تصير زاحف بعدين لاحوق وراها يعني اذا الله وفقك تصير مخطاطه. سيدي وصلت لاحوق انت مو؟ سيدي ما صرت لاحوق يعني بعد شنو؟ الحمد لله وشكر سيدي قبل صرت مخطاطه. نعم سيدي. من اول عمليه صرت مخطاطه؟ من اول عمليه سيدي. كم عمليه؟ سيدي 13 وبال 14 تم القاء القبض علي. شنو تفاصيل العمليه الاخيره احكي لي؟ سيدي العمليه الاخيره اتصلت بصديق مستجد اسمه عادل فراره. هذا همين انتم جبتوه للدرب؟ لا همين علمتوه لا يصير لاحوق؟ لا والله سيدي، سيدي هو هذا يعني هي اجيال تعرف اجيال فهو تاثر بجيننا، شو مره طردته يرجع، اقول انا يا اخي منين اصير لاحوق؟ يعني هو متمني يصير لاحوق؟ سيدي كان حلمه، يعني شلون ما انا كنت متاثر بحمد؟ فحسيت انه اكو موهبه عنده فاني تبنيته سيدي. زين
أيه. حسن هذا عادل، عادل فرارة اسمه؟ اي عادل، سيد عادل. شنو هذا عادل فرارة؟ شنو كان مهمته؟ دوره شنو؟ احكي لي بالعملية. سيد هي العملية كانت يعني انا لازم يروح ينتخب بنية، قول لي اسمها شنو؟ سيد العملية كانت كلها سهلة بس يعني ما اعرف شلون فلتت بنيتكم. والله سيد العدالة، العدالة موجودة وعين العدالة ساهرة على هاي الأمور. صح سيد. احكي لي البنية شو اسمها؟ سيدي البنية شو اسمها اللي تخطبها؟ سيد تحفظ على اسمها أكرم؟ سيدي ليلى سما، محل 416، اكو اسواق بالركن ثالث بيت على يدك اليسرى. عافية. نعم. اي كان المفروض شو تسوي ليلى؟ اي سيدي اني ليلى قلت لها تخابر ليلى تقولها امير ابوه بالمستشفى ويعني راح يموت خلص، لازم تجيب فلوس حتى اسوي العمليه، والحمد لله على اساس انه ابوي يقوم بالسلامه. وشنو اللي صار؟ شلون انكشفت العمليه؟ سيدي انكشفت العمليه انه ابوي ما دش طلع من البيت بهذا اليوم وشافته وتم القاء القبض علي. بعد احنا شنو دورنا اكرم بالموضوع؟ سيد انتم ما لكم اي علاقه بالصدفه صارت. نعم سيد. بس تبقى عين العداله ساهره. صح سيد. على مود تلزمكم. هسه انت شنو؟ ها؟ هسه انت يعني شنو موقفك؟ سيد. شنو عبالك راح تفلت بجريمتك؟ هسه زين لك انت قدام الناس حالتك هذه؟ لا والله سيدي متندم. احكي احكي قول للشباب متندم انت؟ سيدي اي والله سيدي متندم. كان سويت ترى يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ سيدي والله يعني لو يرجع بي الزمن ما اخلي القضيه يم ابوي، اخليها يم امي، لان مستحيل امي تطلع من البيت. بس فاتتني سيدي. بهذه الحلقة راح يغيب عنا أثير لأسباب خاصة، يعني خطية دا يمر بظروف صعبة شوية وما قدر يجي للبرنامج، نتمنى لأنه يعبر الظرف الصعب اللي موجود به. هو دزلنا فيديو دا يشرح تفاصيل هذا الظرف الصعب.